لقاء العقود، لقاء تواصل العقود، كان مشكل ديال البيع. يعني واحد المجموعة ديال المستحقات كان متواجد مع الجماعة عندنا هاد الديار، وإلا ما تليناش أن فيها ظروف لا يلزمنا هاد الشيء، إلا أن المجلس دير واحد المجهود، دير واحد المجهود وحلينا المشكل ديال الإدارة ديال الإسماء بالكامل. تأصح جميع الساكنين لدينا الآن تستفيد به بالإقرارات المنازلية لهم، وكذلك أيضا مجموعة ديال المشاريع، لأن لولا أننا ما خلصناش ذاك المبلغ ديال 380 مليون أو كنا قسمنا في البيدرونج الجديد كما قلت سيدي الرئيس أنا بقاتل واحد 12 في العقيام وغادي نسال معاه. ما كانش غادي تقريبا الدوار، حناش الدوار ديال كامل اللي داروا في المناطق الوالية. الآن الحمد لله لأن تقريبا وصلت نقدر نقول بها وصلت 99% بالإضافة إلى واحد المجموعة ديال التوسيعات اللي دارت أيام المنازل كانوا مزال مهربين جاو شوية بعيدة على حسب المبلغ الآخر. تقريبا كل شيء دخلناهم الآن يمكن غادي نوصلوا إن شاء الله ل 100% في الإنارة في جمعة واحد. هذا فيما يخص المسبب بالنسبه للمستحقات. الان جينا من الوصول الثاني جينا بشيء اخر وهو المستحقات. الحمد لله لقاء التواصل الاولى هنا المشكله المستحقات الاولى. الان الدور ديالنا هو ان خصنا ان شاء الله من السنه المقبله ان نخرجوا 100% بدون كيفاش؟ الآن عندنا 380 مليون، 340 مليون خرجوا بها، هذا الفلاح اللي ملي 360 مليون، علاش؟ لأن كيفاش المصاري كثيرة، تقريبا واحد المجموعة غير كيدور في المجموعة ديال الآخر، كنلقاو أن كاين 6-7 ديال المصاري في واحد المنزل، هذا عار، شو معايا؟ إذا غادي تبدا من غدا إن شاء الله، اللجنة غادي تبدا، إذا تبدا العمل ديالها. وكما قال السيد الرئيس نحاول ان نتعاون جميع باش هذاك المستهلك على الاقل ينقص يهبط، لا غادي كذا غير واحد الكونتور عندنا في واحد الواحد فيه 3 مليون و 100 شهور، خص الجامعات خص 3 مليون، راه شوف 3 مليون بزاف. اذا راه الابتداء ان شاء الله غادي نحاولوا نوصلوا نحلوا المشكل هذا. غادي لقاء التواصل الأول الأسئلة طرحت في اللقاء الأول، نشوفوا واش كاين شي حاجة تقولينا واش تقدر تعيا على هذوك الأسئلة أو أنكم كتعطيونا أسئلة ولا كتخلوا هكذا. كاين واحد المجموعة ديال الأسئلة طرحت في المرة على حساب الطرق، حقيقة من 2016 باش تبقى الجامعة تكون عاد مجموعة من الوحدات الصناعية كانت غادي توفر المبالغ المالية ربما غادي تكون 400-500 مليون. الشريط الواقع ما بين اللي كيعرفوا الروبو الماري ذاك إلى حدود مدخل العروية راه كان تقسيم وقع ما بين سلوان وهو العروية، عرفوا ما بين سلوان وجمعة بوعاد. هذا التقسيم هذا رجعات الشريط اللي فيه هو مجموعة من الوحدات الصناعية جهة العروية، جهة العروية استفد من المداخل، ولكن عطاو الأحياء اللي فيها مشاكل أعطوها المعالج. هذا هو يعني باش السكينة خاصها تعرف منين جا المشكل. أنا في الاجتماع قلنا نصدق بأنه قلنا خاص ضروري ندخلوا جميع الأحياء المتواجدة في الشريط من رجاء الله إلى العلوي. في الاجتماع الثاني دخلوا هذه الأحياء، كان جميع الأحياء باستثناء الأحياء اللي مازال متغطية